نعم صلاح، في هذه اللحظات تستعد مدينة نابلس للانطلاق رسميا بمسيرة تشييع جثامين الشهداء الثلاثة التي أعلنت وزارة الصحة عن استشهادهم صباح هذا اليوم في العملية العسكرية، وهم الشهداء إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، وحسين جمال طه. في هذه اللحظات من مستشفى رفيديا وصولا إلى ميدان الشهداء حيث نحن في هذه اللحظات، واستمرار توافد لمئات الفلسطينيين، آلاف في هذه المنطقة ينتظرون وصولهم جثامين الشهداء الثلاثة، وعدد كبير الآن بدأ بعملية الاقتراب أكثر باتجاه منطقة رفيديا من ما هو متواجد في هذه المنطقة للمشاركة في تشييع الجثامين الثلاثة. مدينة نابلس تعيش حالة من الغضب والإضراب التجاري العام، وهنالك في مدينة تلكرم قبل قليل أعلنت حركة فتح حدادا على أرواح الشهداء بالإضراب التجاري العام، واندلعت حتى هذه اللحظة مستمرة إلى الغرب من مدينة تولكرم بالقرب من مصانع جشوري قرب جامعة فلسطين التقنية قادوري. تدور هنالك مواجهات عنيفة، إصابات بالعشرات بالاختناق نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل الغازية، وكذلك أيضا هنالك أنباء عن إطلاق الرصاص الحي لقمع الشبان الفلسطينيين في هذه المواجهة. على ما يبدو بأن الأمور أخذت منحنى التصعيد ولا عودة له على الأقل في الشكل العام في مناطق الضفة الغربية صلاح، من الخليل إلى رام الله إلى تولكرم إلى نابلس وعدد من المحافظات الأخرى. اتشحت اليوم بالسواد بإعلان الإضراب ووقف الأنشطة وإغلاق المحال التجارية على هول المشهد الكبير. قبل قليل حصلنا على مقطع فيديو لإبراهيم النابلسي في الساعات الأخيرة ليلة أمس خلال استقباله لأحد الأسرى الفلسطينيين وتحديدا الأسير خليل زكريا بعد قضائه 6 سنوات في سجون الاحتلال، أفرج عنه ليلة البارحة، وكانت هنالك مشاركة من قبل إبراهيم النابلسي وعدد من المطاردين الفلسطينيين في حفل استقباله في البلدة القديمة. تلك كانت آخر التحركات الميدانية، وفي التسجيلات الصوتية التي بعثت صباح هذا اليوم لعائلته كان آخرها تمام الساعة 8:18 تقريبا، آخر الرسائل التي بعث بها بأنه يحب الوالدة، وألقى وصية إعجال خوض الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالب الشبان الفلسطينيين بضرورة عدم إلقاء السلاح ومواصلة المسير الفلسطيني. هذه الحالة، حالة إبراهيم النابلسي، شكلت منعطفا كبيرا على ما يبدو هنا في الشارع الفلسطيني. أنت تشاهد على الهواء مباشرة هذه نابلس بكافة أطيافها، بكافة مشاربها السياسية والتنظيمية، على اختلاف القرية والمخيم والمدينة، الكل اليوم يصل إلى ميدان الشهداء لإلقاء نظرة الوداع على جثامين الشهداء. خالد، هل هنالك فلسطينيين يأتون من خارج نابلس للمشاركة في تشييع جنازة جثامين الشهداء؟ نعم نعم صلاح، رصدت قبل قليل ونحن نتجول في الشارع هنا في ميدان الشهداء عدد من المواطنين والقيادات للفصائل الفلسطينية من تولكرم وصولا إلى مدينة نابلس للمشاركة في ما وصف بالعرس الشعبي الفلسطيني لتشييع أقمار مدينة نابلس الثلاثة في هذه اللحظات. وبالتأكيد صلاح، هذه خطوة أولى يعني على الأقل من المشاركة إلى بيوت عزاء الشهداء، ستكون أشبه بالمهرجان في استقبال المعزين من كافة أقطار هذا الوطن. هنالك سلسلة من بيانات الإدانة التي خرجت من الخارجية الفلسطينية على استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، لكن لربما الصوت أقوى والرسالة أقوى أمام الحالة الشعبية، حالة الغضب التي يعيشها الشارع الفلسطيني في هذه اللحظات هنا في مدينة نابلس وفي عموم الأراضي الفلسطينية.
بعد أيام من تصعيد إسرائيلي وعدوان على قطاع غزة، وبعد ساعات من هجمات إسرائيلية كثيفة ودقيقة في عمق البلدة القديمة بمدينة نابلس. هذه صورة مأساوية يعيشها الشارع الفلسطيني دون حسيب أو رقيب للجناة، كما يقول الشارع الفلسطيني، من العقاب، وهذا يفتح شهية جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار العمليات العسكرية حتى الإسرائيلية. تتضح الصورة أكثر يعني حول ما نشاهده الآن عبر الشاشة. إذن نشاهد الآن مجموعة من المواطنين وبالتحديد في نابلس